لما حلو. الكلام ده قالك بس خلاص انا عارف. لا حسين، ادينا يعني حسين بجد هو قال حاجة فعلا، ايه يعني الكورة ممكن أصدقاء الكورة ما يكونوش كتير، يعني ده حقيقي. يعني العدد بيكون قليل جدا، لكن حسين مش بس صديق، لا ده بجد أخويا وأهلي، يعني أهله هو أهله هو أهلي، ويعني بجد يعني في علاقة بينا كبيرة جدا، وحتى كمان يعني مراتي صاحبة مراته جدا، يعني وفي جو علاقة أسري أسرية بالظبط. قريبة ويعني أمي، بالظبط أمي كده. كمان أمي بتحبه جدا، يعني معتبراه والله بجد معتبراه، بتدعي له يعني بتدعي لي بجد والله كان العظيم، يعني بتشتمنا كابتن يعني قبل كده، خلي بالك. لا بجد فعلا عايزة كانت مصلحتكم. هتموته والله العظيم قبل كده، قبل فعلا ما تعرفه. هي مش عارفة إن حسين، أنا وحسين وإحنا صغيرين نعرف بعض، يعني هو إحنا في منتخب شمال الصعيد، اوكي هو من المنيا وأنا من بني سويف، فكنا بنتقابل في تجمع بقى المنتخبات وكده، اوكي فكنا أصحاب. فلما كبرنا بقى وهو بيلعب في الأهلي وأنا بلعب في المقاصة، أول سنة ليا أول ماتش بين الأهلي، في كورة كده على الخط ضربني ورحت واقع خدت فاول، فراح وهو بيرجع، هو قاصد راح هو داس على قاصد. داس على دماغي والله العظيم يا كابتن، كان هيعورني يعني، بس يعني يا كابتن هاني والله بس عشان حبيبي انا تقصد ولا عديتها ما تقصدش؟ خلاص الموضوع عدى، بس قول الحقيقة، تقصد ولا ما تقصدش؟ تكذبش. لا والله العظيم يا كابتن كنت قاصد، كنت اتردت على طول يا كابتن هضربه في دماغي يعني. لا مش للدرجة دي، مش هو للدرجة عادي، مش هنسيء الظن يعني. بس كنت فأمي بقى اللي بقى بعدها طبعا، يعني أمي بقى أنت عارف بتتفرج وشايفة ابنها بيتضرب، قالت لي أنا مسكت ودي هموته والله العظيم. كابتن حسين وانت في المقصة كان كابتن أحمد موجود ولا ما كانش لا لا لسه جه؟ لا ما كانش ما لسه كانش جه، لسه جه. ما كانش لسه جه بقى، كان في شويه بعد كده لما أنا رجعت النادي، فهو كان جه بعدها على طول. لا بس لكن هو الشيخ بتمنى له كل التوفيق الفترة الجاية، وفي بطولة أفريقيا إن شاء الله يبقى من نصيبنا، يا رب وتبقى بطولة كده بإذن الله أول بطولة تبقى في تاريخه، بطولة يا رب القارة الأفريقية دي إن شاء الله. يعني إحنا بإذن الله قدها وقريبين منها إن شاء الله جدا إن شاء جدا، الله. والفريق إن شاء الله بإذن الله مستر فايلر إحنا واثقين إن إن شاء الله تبقى البطولة بتاعت الأهلي بإذن الله إن شاء إن الله. شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. ترجع علينا بالسلامة يا سحس إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، ربنا بإذن يكرمك الله يا حبيبي بإذن الله. كل سنة وأنت طيب وأنت أمين يا كابتن وأسرتك طيبة يا حسين، وإن شاء الله ترجع بألف سلامة إن شاء الله. بس ما شاء الله يعني القناة ما شاء الله حاجة جميلة وحاجة تفرح، والواحد فخور إن بيشوف حاجة جديدة زي كده بالجمال ده والله، تابعت الافتتاح؟ ومنور الشاشة شفت كل حاجة والله، بس ما شاء الله حاجة تفرح وحاجة بتليق بالنادي الأهلي طبعا، والواحد فخور بالقناة زي دي بصراحة. انت نورتنا وان شاء الله تشرفنا قريب، نجوم كبار ان لازم. شاء الله لازم يجي ان شاء الله، لازم لازم باذن الله في بيتك الكبير يا كابتن. طبعا طبعا طبعا، واتمنى لك كل التوفيق يا رب شكرا. كده تبقى نجاح نجاح دايما يا رب ان شاء الله. كل سنة شكرا وانت ليك يا طيب. كابتن. كل سنة طيب طيب ماشي يا ابو حميد، وقفنا